اهلا بكم في حلقه جديده من كورس امبيدد سيستم توتور. وفي حلقه النهارده ان شاء الله هناخد ازاي اصمم كاونتر يعمل اب وداون وعرض القيمه على ال سي دي. معانا كمان ليتس كلمبات بيان، ويلا بينا نبدا. دي دايره النهارده، تعال نشوف على البروتوس. معانا دي الدايره، ده المايكرو كنترولر، دي التوصيلات الاساسيه الكريستالا والسيت او الماستر كير عندي. معانا هنا اتنين سويتش، الاتنين بول اب ريزيستور هيتوصلوا على بي 4 وبي 5. بي 4 وبي 5 هنا، الاب ده اللي على الشمال والداون اللي على اليمين. معانا اتنين ليدات متوصلين على بي 0 وبي 1 فوق هنا، وكل ليد معاه مقاومه 330 زي ما قلنا، والمقاومه اللي مع السويتش 10 كيلو. معانا ال سي دي هنا، ودي التوصيلات بتاعتها زي ما انتم شايفين كده متوصلين على بورت دي. تعال نشوف فكره البرنامج مع بعض. نعمل رن، اول حاجه كلمه ويلكم افتتاحيه فوق، بعد كده بيكتب لي كلمه كاونتر بتساوي، الكلمه دي ثابته مش بتتغير. بعد اللي يساوي بيعرض لي القيمه. لما انا اضغط على الاب هيزيد الكاونتر بمقدار واحد، والليد اللي خاصه بالاب هتنور. لما انا اضغط داون هينزل بمقدار واحد، والليد الخاصه بالداون هتنور. نضغط على الاب تاني كده بقى 1 2 3 4. نضغط على الداون ان الليد هي اللي نورت ب 3 اهو 2. تعال نشوف الكود كده. انا موصل ال سي دي على بورت دي، عشان كده انا مستخدم البنات الخاصه ببورت دي هنا، معرف البنات دي كانبوت واوتبوت خاص بالال سي دي باستخدام الاوامر دي. معانا بي 4 وبي 5 دول متوصل عليهم سويتشين، سويتش خاص بالاب وسويتش خاص بالداون، يعمل اب للكاونتر وده يعمل داون للكاونتر. وقلنا هاش ديفاين عشان يعمل بري بروسيسنج وهوفر في الرام، وفي نفس الوقت ان انا استخدم الاسم ده في البرنامج، ده هيوفر عليا فهم الكود. معانا كمان بي 0 وبي 1 عليهم ليدتين، بي 0 عليه الليد الخاصه بالاب والليد الخاصه بالداون دي على بي 1، وقلنا برده هاش ديفاين. هنا عندنا متغير اسمه كاونتر هياخد القيمه يتخزن فيها العدد. انا عرفته ساين ان، لان قلنا الكاونتر لو لاحظته في ال سي دي هنا هتلاقيه بيحمل قيم موجبه وسلبيه، يعني لما انزل داون كده 1 0 بالسالب اهو، لكن لو انت عايزه قيم موجبه بس مفيش مشكله، عشان يحمل قيم موجبه وسلبه عرفته ساين تمام، واديته قيمه انيشال ايه ب 0. طبعا انا هعرض القيم على ال سي دي، فعشان اعرض القيم على ال سي دي لازم استخدم متغير ثاني من نوع مين؟ الري. استخدمه كتكست عشان اعرض القيمه على ال سي دي، بتتعرض كتكست. فانا باخد القيمه الكاونتر دي ده قيمه بحولها لتكست في متغير جديد من نوع الري. طبعا ايه حجزت 7 بايت، لازم يبقى كار عندي عشان يبقى تكست. الكلام ده جبته منين؟ ده بيتوقف على نوع مين؟ المتغير عندك. المتغير اللي انت هتعرفه يبقى انت وقتها تحجز له متغير من نوع كار تكست يعني، وبيبقى عدد البايتس دي حددها ازاي؟ ببساطه هتروح لهلب لايبرريز عندي، تنزل تحت في حاجه اسمها كونفرجن تحويلات، دي عندك التحويلات اللي فوق الاساسيه اللي هم دول، بايت تو سترينج لو هو انسايند شورت او انسايند كاركتر، شورت تو سترينج ده لو هو سايند شورت او سايند كاركتر، ويرد تو سترينج ده لو هو انسايند انت، انت تو سترينج لو هو سايند انت. هسيبك تتعرف على دول. انا شغال ايه؟ سايند انت، يبقى اضغط على دي. بيقول لي هنا المتغير بيبقى ايه؟ بص معايا كده، انت او سايند انت. كلمه سايند دي اختياريه يعني ممكن تكتبها او لا، بس في الحالتين تحمل قيمه موجبه وسلبيه. هنا بيقول لي لازم التكست او المتغير اللي هتحجز فيه التكست بتاعك لازم يبقى 7، وبيقول لي اثناء عرض القيمه دي على ال سي دي بيبقى عندك ايه؟ 1 بلانك هير، يعني في مسافه فاضيه، يعني بيسيب مسافه فاضيه وبعد كده الرقم. فالمسافه الفاضيه دي هتعمل لي مشكله على ال سي دي، تلقى فيه ترحيل للقيمه. هنشوف نحلها ازاي. والامر اللي بيحول من متغير او قيمه لسترنج اسمه انتو سترنج. ليه انتو سترنج؟ عشان اصلا انت معرفه فوق كسايند انت او انت. سايند انت هي انت نفسها. طب لو انا استخدمت انسايند انت، لو انت استخدمت انسايند انت وكلمه انت اختياريه هنا والقيمه لازم تبقى موجبه، هنا بحجز متغير اسمه تكست ايا كان اسم المتغير، بيبقى عندي كام؟ 6 بايت او 6 اماكن حجز، لازم يبقى من نوع كار، وبيبقى عندي هنا تو بلانك هير، يعني في مسافتين فاضيين قبل الرقم لما تيجي تعرضه على ال سي دي. الامر اللي بستخدمه عشان احول من متغير ذات قيمه لتكست اسمه وورد تو سترينج، وهنا بتحط المتغير القديم وهنا بتحط المتغير الجديد اللي هو الاري اللي بيحفظ فيه التكست. عشان كده انا كتبت هنا 7، وده المتغير الجديد اللي هحجز فيه تكست، لازم يبقى من نوع كار زي ما قلت. هروح للفويد مين. الفويد مين عملت انشاليزيشن للال سي دي، عملت كلير في الاول وعملت كورسر اوف عشان ما يظهرش الكورسر على الشاشه. في الصف الاول العمود الاول عرضت كلمه ويلكم على الشاشه بامر اسمه ال سي دي اندرسكور اوت، عملت ديلي 1 ثانيه عشان استابيلت عشان الكلمه تاخد فتره ظهر على الشاشه، بعد كده عملت مسح للشاشه كلير تاني، بعد كده هروح اعرض كلمه في الصف الثاني العمود الاول، بدايه الصف الثاني في العمود الاول، اعرض كلمه كاونتر مسافه يساوي مسافه، بعد كده اعرض القيمه، يبقى الجمله دي ثابته مش هتتغير، فعشان كده انا كتبتها تحت الفويد مين مباشره. اعرف بي 4 وبي 5 اللي عليهم السويتشات كانبوت، هعرف بي 0 وبي 1 الاثنين اوتبوت عندي، وكمان هطفي الليد في الحاله الابتدائيه في الديفولت، وكمان هطفي الداون. يبقى هطفي الاب والداون كقيمه انيشال او قيمه ابتدائيه عندي. هروح لفور، فور دايما هعمل تشيك على الاثنين سويتش، اول ما اتضغط ده ينور الليد دي لو لاحظته،
ويزود الكاونتر بمقدار واحد. اضغط كمان الليد دي منوره، وخلي بالك دي بتبقى طافيه والكاونتر بيزيد واحد. لما اضغط هنا الكاونتر ينقص بمقدار واحد، والليد اللي هنا تنور والليد اللي هنا تطفي. يبقى هروح اسال اف اب سويتش بيساوي زيرو، خلي بالك يساوي يساوي عشان انت بتعمل كومبارزون هنا ومقارنه، لان هو الديفولت بيبقى داخل واحد، لما انت تضغط بيدخل زيرو. اول ما يبقى السويتش الخاص بالاب بزيرو ينور الليد الخاصه بالاب ويطفي الليد الخاصه بالداون، ويعمل ايه للكاونتر؟ الكاونتر يزوده بمقدار واحد. خلي بالك انا مديه انيشال فوق بزيرو، انا مديه انيشال هنا بزيرو بدايه البرنامج، ويعمل ديلي نص ثانيه اللي هي 500 مللي، بحيث ان انا اضمن ان اليوزر رفع ايده. ده في حاله ان السويتش الاب اتضغط، يبقى هينور الاب ويطفي الداون ويزود الكاونتر. هعمل تشيك على السويتش الخاص بالداون، لو سوى زيرو انور الليد الخاصه بالداون واطفي الليد الخاصه بالاب، كمان هنقص الكاونتر، كاونتر ماينس ماينس معناها ان انا هنقصه بمقدار واحد في كل ضغط. ما انساش اعمل ديلي نص ثانيه بحيث ان انا اضمن ان اليوزر رفع ايده. طبعا انت يا اما تضغط على الاب يا اما هتضغط على الداون، فبالتالي القيمه يا اما هتزيد يا اما هتقل، فبالتالي القيمه الجديده هتتحفظ في المتغير اللي اسمه كاونتر، نفس المتغير. يبقى اعمل ايه؟ كاونتر ده انت معرفه فوق سايند انت، يبقى الامر عشان احول من قيمه لتكست اسمه انت تو سترنج. ليه انت تو سترنج؟ عشان هو انت اولا، وثانيا عشان هو ساين. طب هو لو كان انسايند انت يبقى الامر يتكتب ايه هنا؟ يتكتب ويرد تو سترنج. هتلقى الموضوع ده في الهلب زي ما شرحت. المتغير القديم اسمه كاونتر، المتغير الجديد اللي هحفظ فيه التكست اسمه كاونتر اندر سكور تكست. هاجي هنا اعرض في الصف الثاني العمود 11. ليه العمود 11؟ الصف الثاني انا واخد اول 10 كاركتر هنا في الجمله دي محجوزين، فانا عايز اعرض القيمه من اول كام؟ من اول العمود 11. لو جيت هنا في الصف الثاني العمود الاول مع بدايه السطر، تلقى عدد الحروف دول اللي هو كاونتر يساوي، انا بعد كاونتر قلت مسافه يساوي مسافه، هتلقى دول لو عديتهم 10 كاركتر، 10 كاركتر يبقى انا عايز اكتب القيمه هنا وليكن مثلا تبقى 11 بعد المسافه اللي بعد يساوي. يبقى انا اعمل ايه؟ يبقى اجي هنا اقول له الصف الثاني من العمود 11 اعرض الكاونتر اندر سكور تكست اللي هي التكست الخاصه بالمتغير. طبعا عشان ما يحصلش تداخل ان القيم ممكن تتغير في كل مره، اجي من بدايه العمود 11 في نفس الصف اللي هو 2، اجي احط هنا مسافات كتير بحيث ان هو يمسح لي القيمه اللي قبل كده. لو انت ما عملتهاش كده هتلقى في تداخل في القيم، خلي بالك من النقطه دي، لو ما عملتش الحركه دي هتلقى في تداخل في القيم ويديك ارقام غلط على الشاشه. يبقى اول حاجه امسح وبعد كده احط القيمه الجديده. نعمل بلت بالوضع ده، رن تاني ويلكم اهي، كاونتر يساوي، هنضغط كده هتلقى ايه عندك هنا؟ الليد نورت وزاد بمقدار واحد. اول حاجه انت قلت يساوي سيب مسافه واحده اعرض القيمه، صح؟ يبقى يساوي مسافه واحده اعرض القيمه. ليه القيمه متشفته؟ مش قلنا في بلانك، في مسافه فاضيه بتتساب في المتغير؟ اشيلها ازاي؟ اجي هنا قبل ما اعرض القيمه مباشره بعد ما انت حولت الفاليو لتكست بالامر ده، اجي المتغير اللي اسمه تكست ده اللي انا حفظت فيه التكست بتاع القيمه، اعمل ايه؟ اقول له ال تريم نفس المتغير اسمه كاونتر اندر سكور تكست. يعني القيمه دي لو كاونتر واحد هتيجي ازاي؟ هتتحط كده من دبل كوتيشن مسافه مثلا وليكن 12، انا عايز اشيل المسافه اللي هنا دي، يعني الكاونتر ده فيه 12، لما استخدم الامر اسمه انتو سترينج هيحول 12 ل بين دبل كوتيشن مسافه 12. عايز انا اعمل ايه؟ عايز اشيل المسافه دي، الامر اللي يشيل المسافه ال تريم، ال يعني ليفت لان المسافه ناحيه الشمال، فهيبقى ليفت تريم، تريم يعني قطع او قص، تمام؟ المتغير اللي اسمه كاونتر تكست عشان يشيل المسافه اللي هنا دي ويروح يكتبها 12 مباشره كده. تعال نعمل بلت كده ونشوف الفرق، ران. بص كده كاونتر يساوي مسافه مباشره ظهر الزيرو، يبقى المسافه اللي هنا دي ده انا اللي حاططها في الكود اللي هي بعد الكاونتر اللي هنا، مش بعد يساوي انا حاطط مسافه، اه دي هتظهر على ال سي دي عادي، لكن المسافه الخاصه بالرقم اللي كانت هنا اتشالت. تعال نزود كده واحد اهو، شايف المسافه اللي محطوطه انا اللي حاططها في الكود، وده الواحد. زود 2 3 4، لو انا ضغطت على طول كده تلقى الكاونتر يزيد على طول، يزيد على طول كل نص ثانيه، كل نص ثانيه، لان هيدخل جوه اف هنا. هعمل تشيك هل السويتش بتاع الاب مضغوط؟ اه، هنور الليد ويطفي الليد الخاصه بالداون ويزود الكاونتر ويروح يعرض القيمه على ال سي دي، يرجع تاني هيعمل تشيك هل السويتش اللي اسمه اب ده مضغوط؟ اه، هينور الليد يزود الكاونتر وهكذا، واستنى نص ثانيه هتلاقي كل نص ثانيه بيزود طول ما انت ضاغط على السويتش باستمرار. المشكله دي هتتحل بفيديوهات الانتربت. بصوا كده القيمه وصلت 63، نرفع ايدنا هيثبت على طول، نضغط هنا هنلقى الليد الخاصه بالداون نورت والرقم نقص، نضغط كمان ناقص 65 اهو، والليد برضو نورت والثانيه خلي بالك طفي. في مشكله هنا، ال سي دي هتلاقيها تعمل فلاش كده، الرقم نفسه بيعمل فلاش. بيعمل فلاش ليه؟ مفيش ديلي بين عرض القيمه والتي يليها، بمعنى هيدخل يعمل تشيك هل انت ضغط على السويتش؟ لا مش ضغط على السويتش. هيعمل تشيك على السويتش الثاني، هل ضغط عليه؟ لا.
هيروح يعرض القيم على الاس دي، يرجع تاني هيسال هل انت ضاغط، لا هل انت ضاغط هنا، لا هيرجع تاني يروح يمسح المكان ويعرض القيمه، هتلاقيه يعمل فلاش لان قبل ما يكتب بيمسح، فبيمسح ويكتب فتلاقيه بيعمل فلاش. احل المشكله دي ازاي؟ اجي هنا واروح اقول كده اف، اجيب متغير كده اسمه اكس، بقول يساوي يساوي 1، افتح قوس اقول له المتغير اكس لما يساوي 1 روح خد قيمه المتغير حولها لتكست، اعمل لها ال تريم، امسح الشاشه، اعرض القيمه الجديده. بس الكلام ده كله يتنفذ امتى؟ لما المتغير اكس يبقى بواحد. هخلي المتغير اكس يبقى بواحد امتى؟ لما تضغط على السويتشات، لما اضغط على السويتش بتاع الاب او السويتش بتاع داون، واجي هنا المتغير اعرفه فوق unsigned character x، هديه قيمه initial 0، واجي تحت كده هيجي هنا هيسال الاول هل انت ضغط على السويتش؟ لا. طب هل ضغط على السويتش الثاني؟ لا. فيجي هل الاكس تساوي 1؟ لا، لان هي بزيرو فمش هيعرض حاجه على السي دي. يرجع ثاني اول ما تضغط على الاب يبقى هيعمل ايه؟ هينور الليد بتاعت الاب ويطفي الداون ويزود الكاونتر ويخلي الاكس بواحد. اول ما يخلي الاكس بواحد هيستنى ديلي طبعا نص ثانيه يضمن اليوزر رفع ايده من على السويتش، ينزل تحت هيسال هل انت ضغطت على الداون؟ لا ما ضغطتش. هيسال هل الاكس بقيت بواحد؟ اه بقيت بواحد. فين؟ لما انت ضغطت على السويتش، وقتها يروح ينفذ ويطلع القيمه على ال سي دي، او لما انت تضغط الداون وقتها يخلي الاكس بواحد ويروح يعرض القيمه على ال سي دي. طب بعد ما يعرض القيمه على ال سي دي ارجع تاني اقول له خلي الاكس بزيرو، يبقى اول ما الاكس تبقى بواحد روح يعرض القيمه على ال سي دي، بعد ما تعرضها ارجع تاني خلي الاكس بزيرو، هيرجع تاني يسال هل السويتش مضغوط؟ لا مش مضغوط. السويتش التاني مضغوط؟ لا. الاكس هل بتساوي تساوي واحد؟ لا طبعا، فمش هدخل جوه ال سي دي لان القيمه ما اتغيرتش. القيمه بتاعت الكاونتر دي هتتغير امتى؟ لما تضغط على السويتشات ده او ده، وقتها تخلي الاكس بواحد مباشره يروح داخل جوه الاف الخاصه بالال سي دي، غير كده مش هيدخل هنا. طول ما انت مش ضاغط على ده ولا ده فبالتالي الاكس مش هتبقى بواحد. نعمل بلت كده ورن من جديد، ادي كلمه ويلكم. خلي بالك هنا كاونتر بيساوي ما عرضش حاجه. ما عرضش حاجه ليه؟ في البدايه انا مش ضاغط على السويتش ده، مش ضاغط على السويتش ده. هل الاكس تساوي تساوي واحد؟ لا. ليه؟ ان الانيشال بتاعها هنا بزيرو، فمش هيدخل يعرض القيمه على ال سي دي في اول مره. هنضغط السويتش اللي هنا بتاع الاب، نور الليد دي وعرض على الكاونتر كام؟ واحد. ليه عرض على ال سي دي لما انا ضغطت؟ هيجي هنا لما انت تضغط هيخلي الاكس بكام؟ واحد. اول ما الاكس تبقى بواحد هيروح يعمل تشيك هل الاكس بقيت بواحد؟ اه. وقتها روح اعرض القيمه على ال سي دي، تمام؟ وما تنساش هتخلي المتغير اكس بزيرو، اول ما اخليه بزيرو يرجع تاني، انت مش ضاغط على ده ولا ده، هيعمل تشيك هل الاكس بواحد؟ لا، فمش هدخل جوه ال سي دي، يحتفظ بالقيمه اللي قبل كده. بص كده انا ضغطت مره واحده هنا والليد نورت اهي وعرض كاونت واحد، خلي بالك ال سي دي ثبتت ما مش بتعمل فلاش زي الحاله الاولانيه. طب نضغط كمان ضغط، دي نورت اهي والثانيه طفت وفي نفس الوقت الكاونتر ثبت بمقدار واحد. نضغط هنا ضغطه الليد الثانيه نورت والكاونتر ناقص مقدار واحد وال سي دي بقي فيها استابيليتي شويه ما بقتش تعمل فلاش. طب اضغط على ريسيت ويلكم اهي كاونتر، خلي بالك يساوي مش عارض اول حاله، اول حاله مش هيعرضها. طب انا عايز اعرضها اعمل ايه؟ يبقى عشان يدخل ال سي دي في المره الاولانيه اخلي الاكس بواحد، يبقى يجي هنا يبقى المتغير اخليه كانيشال بواحد، هيجي يسال على السويتش الاول مش مضغوط والسويتش الثاني مش مضغوط، بالتالي هيروح يعمل تشيك هل الاكس تساوي واحد؟ اه، لان انا في الانيشال مديها واحد. روح يعرض القيمه على ال سي دي في البدايه، الكاونتر ده في البدايه قيمته كام؟ زيرو. حوله لتكست ويعرضه زيرو ويخلي اكس بزيرو، اول ما يخلي الاكس بزيرو يرجع تاني هل السويتش الاول مضغوط؟ لا. تاني لا. هل الاكس تساوي واحد؟ لا، بقيت بزيرو فما يدخلش هنا تاني الا لما يضغط على السويتش ده او ده، وقتها الاكس تبقى بواحد، وقتها يرجع تاني يدخل جوه الفانكشن دي يغير القيمه على ال سي. نعمل بلت هنا بعد كده ران، ادي ويلكم. خلي بالك كاونتر يساوي زيرو، عرض زيرو الانيشال بتاع الكاونتر، الكاونتر بيساوي زيرو، دي القيمه الابتدائيه بتاعته. اضغط على اب، نور الليد هنا، اب كمان، اب كمان، داون، ليد اللي هنا نورت ادي اتنين واحد ودي منوره كده. الكود بتاع النهارده انتهى. المشاكل اللي في الكود دي اللي ان شاء الله هنفهمها خلال السلسله، لما انا اضغط ضغطه مطوله على اي سويتش هتلقى القيمه بتزيد اهو مباشره خلال الضغطه الواحده، لان الضغطه طولت عن نص ثانيه فيدخل جوه اف في كل مره يزود الكاونتر، ارفع ايدي هيثبت. دي كانت اول مشكله اللي هي مشكله الديلي اللي هي هنا دي الموجوده مع السويتش سواء اب او داون، دي بتخليه لو الضغطه طالت عن نص ثانيه ممكن انت تزودها تخليها 1 ثانيه تخليها 1000 هنا، حتى لو زادت الضغط عن 1 ثانيه برضه هيبتدي يزيد. فالمشكله دي تتحل ازاي؟ باستخدام الانتربت. المشكله الثانيه ان انا لو ضغطت ريسيت في اي وقت هتلقى الكاونتر صفر نفسه. طب نفترض ان ده منتج في مصنع وبيعد المنتجات اللي طالعه في اليوم، هل لو الكهرباء فصلت ورجعت تاني وعمل ريسيت للمايكرو كنترولر كده العدد اللي قبل كده ضاع؟ اه هيبقى ضاع للاسف. احل المشكله دي ازاي؟ احل المشكله دي ازاي؟ عن طريق ان انا استخدم انترنال اي سكوير بيروم عشان احتفظ بالداتا المهمه واعيد استخدامها مره ثانيه. يبقى تاني مشكله ان انا لما ضغطت على ريسيت، ادي الكاونتر عندي وصل التلاتة اهو، لو انا ضغطت ريسيت او ستوب وعملت رن تاني اهو هنلقى الكاونتر اتصفر. دي مشكلة، لان المفروض ان انا حتى
لو الكهرباء فصلت ورجعت او انت عملت ريسيت، الكاونتر ما يصفرش نفسه، لان دي نفترض ان هو بيعد منتجات في مصنع. فهل لما الكهرباء تقطع وترجع تاني معناها ان عدد المنتجات اللي انا عديتهم في اليوم ضاعوا؟ لا طبعا، الكلام ده خطا. فانا عشان احل المشكله دي بستخدم اي سكوير بي رام داخليا تستخدم لحفظ الداتا المهمه، والكلام ده هنشوفه في فيديوهات الاي سكوير بي رام. في نقطه مهمه في حاله ان انت مستخدم بول اب ريزيستور مع سويتشات ومتوصلين على بورت بي، اي بنات في بورت بي، بدل ما انا استخدم التغذيه دي والمقاومات البول اب، ممكن انا امسحهم كده بعد ما انا مسحتهم. خلي بالك نقطه مهمه، ان لازم يبقوا بول اب كده، انا هوفر في التغذيه الخارجيه واوفر في المقاومات بدل ما انا اوصل الهاردوير، مجرد ان انا اوصل السويتشات باي بنات على بورت بي اللي انت محتاجه يعني. طبعا زي ما قلنا ان احنا الاب على بي 4 والداون على بي 5 هنا، يبقى لازم اعرفهم كانبوت. يبقى عشان استخدم الطريقه اللي انا هقول عليه، لازم البنات تبقى على بورت بي، اي بن او البورت كله مفيش مشكله، بورت بي فقط. رقم 2 لازم يتعرفوا كانبوت، بالتالي انا وفرت في ايه؟ في التغذيه والمقاومات البول اب في الهاردوير الخارجي. بورت بي داخليا في مقاومات بول اب ريزيستور، يعني داخليا في تغذيه ومقاومه، وطالع على البن دي داخليا في 5 فولت مقاومه ومتصل على البن دي. يبقى انا محتاج اوصل ايه خارجيا؟ السويتش بالارض. الكلام ده يتحقق في حاله البول اب ريزيستور، اما البول داون ما ينفعش، لازم توصل التوصيله كام. هنا في الهاردوير انا وفرت الكود، هضيف امر واحد، هروح في الكود في بت خاصه بالموضوع ده اسمها نوت اندرسكور ار بي بول اب. ار بي يعني بورت بي، بول اب يعني بول اب ريزيستور الداخلي. خلي بالك نوت، نوت يعني منفيه، يعني هي المفروض داخليا عشان ما تبقاش شغاله يبقى فيها واحد، لما يبقى فيها واحد تعمل له نوت يتنفي يبقى زيرو داخليا، تبقى داخليا مش متفعله، ده الديفولت بتاعها، لان واحد يتنفي يبقى زيرو بتبقى مش متفعله. لو انا عايز افعلها يبقى احط زيرو، كده انا فعلتها، لان الزيرو هيتنفي يبقى ايه؟ يبقى واحد، يبقى تتفعل. خلي بالك بتتكتب نوت اندرسكور ار بي بي يو اندرسكور بت بيساوي زيرو، كده انا فعلتها، كده انا هوفر في الهاردوير. بس شرط اساسي ان انا عشان استخدم الامر ده لازم البنات يتم تعريفها كانبوت، ولازم تبقى خاصه بورت بي. فانا عندي اتنين سويتش ومتعرفين كانبوت اهو، تعال نعمل بلت كده، هنعمل رن. خدت بالك البنات هنا الاثنين المتعرفين كانبوت حصل لهم ايه؟ بول اب، والبنات اللي مش متعرفين في البرنامج حصل لهم بول اب، يعني مطلعين هاي، ان قلنا في تغذيه وفي مقاومه داخليه متوصله على البنات دي لبره، يبقى اوتوماتيك هيطلع هاي، يطلع واحد. البنتين دول مش طالع عليهم هاي ليه؟ لان في البرنامج اصلا دول متعرفين كاوتبوت، فاحدى الشروط مش متحقق ان هم متعرفين كاوتبوت، فبالتالي البول اب مش متفعل هنا. يبقى بي 0 بي 1 البول اب مش متفعل عشان البنتين دول متعرفين كاوتبوت، اما البنتين بي 4 وبي 5 عشان متعرفين كانبوت بي بول اب، باقي البنات مش متعرفه بقيت بول اب، وبالتالي عندي لو لاحظت على طرف السويتش كده هاي، اكنك انت موصل التغذيه والمقاومه، ويبقى هنا هاي. لما انا اضغط كده خلي بالك الليد نورت، الكاونتر زاد اهو. نضغط كمان ب 2 3 4 5 ننقص 4، والليد الثانيه نورت 3 2 وهكذا. يبقى دي حته مهمه جدا ان انا بوفر في الهاردوير. الكلام ده باكد تاني بيتم استخدامه على بورت بي مع البيك 16 اف 78 ايه، لازم البنات اللي انت عايز تشغلها في البول اب ريزيستور الداخليه لازم يبقوا انبوت، يبقى انبوت يعني متوصل عليهم سويتشات خارجيا. ودي كانت فكره ان انا اوفر في الهاردوير، واتمنى ان حلقه النهارده تكونوا استفدتوا منها. لو عندكم اي اسئله واستفسارات سيبوها لنا على هيئه تعليقات اسفل الفيديو، ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب، وشكرا جزيلا.